كنت أتعالج بدمشق مشفى البيروني، حاليا تم افتتاح مركز أورام في محافظة الرقة، وعلمت أن العلاج متوفر، خفف علي عناء السفر إلى دمشق، والعلاج باهظ والحمد لله. قاموا العاملين والموظفين وجميع باستقبالي وتسجيلي دور، وحاليا انتظر اخذ العلاج. جينا لنتلقى الجرعتين، كنا نروح على الشام نقضي 14 ساعة سفر او 18 ساعة سفر معاناة للسفر هذا، بس تعب سفر، عدا الإقامة، عدا تكاليف السفر، عدا الإقامة بالشام، عدا المصاريف، هذا كله توفرت لنا يا جمعية سوريا للسرطان محافظة الرقة. فضل جهودهم ان السربهون وفرونا كل جمعة وفرونا 200-250 ألف، هاي بس أجور نقل عدا الإقامة والسكن. وهنا أمنونا المركز إن شاء الله، شفنا نص الدواء شالونا إياه، وما السفر تتعب وما عاد تقدر تروح. نأمل من القائمين على هذه الجمعية والداعمين لهذه الجمعية إلى تأمين الجرعات الكافية، لأنه الجرعة اللي عم جيبها من الشام وسربها هون، الجرعة تبعي مي موجودة هون. تم افتتاح المركز بتاريخ 12/7/2023، تم البدء باستقبال المرضى ومرضى السرطان جميع انواع المراحل، جميع انواع السرطان والمراحل المتقدمه سواء المبكره او المتقدمه، بالاضافه لجميع الاعمار. طبعا احنا مركزنا بالرقه لكن نستقبل جميع الحالات في جميع شمال شرق سوريا. طبعا احنا فتحنا المركز نحاول نخفف على الاهالي اقتصاديا وماديا وجسديا ونفسيا، فنحاول نستقبل جميع المرضى. تقريبا صار مسجل عندنا حالات من يعني بس خلال 20 يوم من بداية الافتتاح لليوم صار مسجل عندنا 200 حالة مريض سرطان. طبعا هدول فقط اللي سمعوا بالمركز، لسه في اشخاص مناطق ابعد ما سمعوا بالمركز، فمتأملين خير انه رح نوسع هالموضوع هذا ورح يوصل لعنا عدد اقوى من المرضى. تمام باشا.